بقول لك ايه، ما تيجي نقعد نشرب حاجه؟ يلا بينا. هو احنا يعني ورانا حاجه؟ ايوه دي. ما تقعدش على القهوه، ما تقعدش على القهوه مع الدكتوره ندى الشاذلي على راديو كامل، محطه على المحطه. ازيكم، انا ندى الشاذلي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ما تقعدش على القهوه. النهارده هنتكلم في موضوع مهم قوي، وهو موضوع الانترفيو. ليه هنتكلم على الانترفيو دلوقتي واحنا طول الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن التجربه الجامعيه وتفاصيلها؟ لا، احنا كمان مكملين التجربه الجامعيه وتفاصيلها، وجزء مهم قوي منها هو الانترفيو. انت ممكن تعدي بمرحله الانترفيو من دلوقتي زي ما انت هتعدي بيها بعد ما تتخرج في اول تجربه عمليه حقيقيه وانت نازل سوق العمل. الانترفيو فيه تفاصيل كتير جدا، قبل الانترفيو واثناء الانترفيو وبعد الانترفيو. يعني الانترفيو مش محتاج برنامج، لا ده ممكن يكون محتاج مسلسل. ممكن نتكلم في تفاصيل كتير قوي، والحقيقه هنحاول نغطي كل الحاجات اللي ممكن تخطر على بالك. بس مهم كمان بعد الحلقات دي اقدر اشوف انتوا استفدتوا قد ايه، فلو سمحتوا تابعونا من خلال صفحه الفيسبوك كامت مترو علشان نعرف انتوا استفدتوا قد ايه من حلقات الانترفيو. اول حاجه عايزاكوا تاخدوا بالكم منها كويس قوي في قصه الانترفيو، ان هو مش حاله من الرهاب. يعني مش مطلوب ابدا ان حضرتك لما تسمع كلمه انترفيو تضطرب وتخاف وتحس ان انت هتقعد مع بني ادم هيقيمك او هيقول انت حلو او وحش او كل الكلام اللي بيدور في بالكم ده. الانترفيو تجربه زي اي تجربه، مهم قبليها ان انت تكون قادر اولا تقيم نفسك صح وعارف نقط القوة بتاعتك. عشان هقولك حاجة مهمة قوي، الانترفيو ده اول فرصة هتبيع فيها نفسك. ايوه زي ما سمعت كده، هتبيع فيها نفسك، مش بالمعنى السلبي اللي ممكن يخطر في بالك، ولكن بمعنى ان انت بتعمل ماركتينج لنفسك، بتقدم نفسك الحقيقية الحلوة اللي انت اشتغلت عليها، بتقدم مهاراتك، بتقدم الاوبجكتيفز بتاعتك. وبالمناسبة، بمناسبة الاوبجكتيفز، محدش يقولي ما تستخدميش انجليش النهاردة، اصلك مش معقولة يعني تكون رايح انترفيو ولسه هتقولي ما تقوليش انجليش. ده انت مهم قوي تكون مجهز نفسك لده. وارجوكوا خليكوا عارفين ان الانجليش ده حاجه مهمه جدا، مش لسه هنتكلم في القصه دي النهارده واقول لك لازم تشوف طريقه تتعلم بيها انجليش وتحسن بيها مستوى اللغه بتاعتك. واذا كنت في بعض الحلقات بستخدم اكسبريشن انجليش شويه، فده اعتبرها يعني بسمعك الحاجات اللي انت هتسمعها بعد كده عشان لما تسمعها ما تستغربهاش، او بسمعك كلمات عشان احفزك ان انت تبدا تدور وتبدا تتعلم انجليش. نرجع تاني نقول ان الانترفيو تجربتك الاولى علشان تبريزنت يور سيلف، علشان تقول انا فلان اشتغلت على نفسي في كذا، انا الكارير اوبجكتيفز بتاعتي كذا. فرصتك ان انت مش بس تتسأل، لا ان انت تسأل كمان، ان انت تتعلم، ان انت تخوض التجربة العملية في الحياة بجد لاول مرة. تجربتك الحقيقية هتبدأ لما تقف بمنتهى القوة وتعمل بريزنتيشن عن نفسك، نفسك اللي انت مقتنع بيها واللي انت اشتغلت عليها ونفسك الحقيقية. لو سمحت بلاش نفسك المش حقيقية اللي انت نفسك فيها، اللي نفسك فيه اشتغل عليه عشان لما تقعد تقول كلام اصدقك. الانترفيو عملية متبادلة، طرفين، سواء حضرتك جاي تقعد قدام واحد او جاي تقعد قدام ناس كتير، فدي عملية متبادلة. حضرتك هتوجه اسئلة، وزي ما هتتسأل اسئلة في تفاصيل كتير هنتكلم فيها، بس خليني اقسمها معاكو اللي قبل الانترفيو واثناء الانترفيو وبعد الانترفيو. اهم حاجة في الانترفيو مرحلة التحضير، واهم حاجتين في مرحلة التحضير انت مين وهتقابل مين. يعني حضرتك لازم تعرف السي في بتاعتك فيها ايه. ما تروحش تقعد في الانترفيو وتتفاجئ باللي مكتوب في السي في، وبتحصل كتير قوي صدقوني. ممكن اسالك سؤال فتبقى كانك اول مره تسمعه، يعني انت حتى ما كلفتش خاطرك تقرا السي في بتاعتك. لو سمحت من فضلك اقرا السي في بتاعتك كويس وذاكرها كويس. انت رايح تقابل مين؟ مين الشركه دي؟ تاريخها ايه؟ مين الشخص اللي انت رايح تقابله؟ ايه وظيفته في الشركه؟ ايه الباك جراوند بتاعته؟ مهم قوي الحاجات دي، مهم قوي تحضر نفسك انت مين ورايح تقابل مين. مهم كمان تعرف الستايلز بتاعت الانترفيوز، في انواع كتير من الانترفيوز هنتكلم فيها، بس انا بكلمك دلوقتي في ما قبل الانترفيو. حضر نفسك كويس قوي، حضر الاسئله اللي هتتسالك، وده موجود كتير قوي اونلاين، تقدر تشوف حاجات كتير الاسئله المحتمله. حضر الاسئله اللي انت عايز تسالها، جهز نفسك وبدلتك او الستايل اللي انت هتلبسه، اوصل في الوقت الصح، حاجات كتير قوي لازم تحطها في دماغك كده قبل ما تروح.
في نقط مهم كتير قوي هنقف عندها في مرحلة قبل الانترفيو، في نقط ليها علاقة بمظهرك وتفاصيل لبسك والحاجات دي كلها، وفي نقط كتير ليها علاقة بقصتك اللي انت رايح بيها، ازاي تبين للناس اللي انت رايح لهم دول ان انت the best choice بالنسبة لهم، ليه انت مش غيرك، ازاي تركز على نقط القوة بتاعتك، ازاي تقدم نقط الضعف بتاعتك، ازاي تبرز نقط القوة بتاعتك في شكل حقيقي، ازاي تقدم body language مثالية عشان انت مش متخيل اهمية body language ازاي في الانترفيو. اكتر من 60% يمكن من سكور الانترفيو بيبقى في body language. هتلبس ايه، هتتحرك ازاي، هتقعد ازاي، كل ده هنتكلم فيه. ازاي هتجاوب الاسئلة بشكل كويس، ازاي هتبعد عن فكرة او لا، ازاي هتبعد عن الحاجات اللي بتبوظ الدنيا في الانترفيو اللي انت بتبقى مش منتبه ليها ومش واخد بالك منها، ازاي نجهز نفسنا كويس قوي، كل ده هنتكلم فيه وهنسميه مرحلة ما قبل الانترفيو، ازاي تكون جاهز. هنتكلم كمان في اتيكات الانترفيو لان دي حاجات مهمة قوي. هنتعرض لنوعيات الاسئلة اللي ممكن تيجي في الانترفيو بانواعها كلها، وايه الاجابات اللي ممكن تكون صحيحة. مفيش حاجة ايديال ومفيش حاجة بيرفكت، كل حد ليه قصته وليه طريقته، واللي ممكن يتقبل من حد ممكن ما يتقبلش من التاني، بس ازاي تكون حقيقي وازاي تكون واقعي ومنطقي. خلينا نتكلم في سلسلة حلقات في الانترفيو، قبل الانترفيو واثناء الانترفيو وبعد الانترفيو. بليز لو سمحتوا حاولوا نتواصل من خلال الصفحة على الفيسبوك كامت مترو، علشان اكتر نركز على الحاجات اللي ممكن تهمكم. كنت معاكم ندى الشاذلي في برنامجكم ما تقعدش على القهوة على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع ما تقعدش على القهوة مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، راديو كامت، محطة على المحطة.